مرة كمان يوم جديد، صباح الخير على الناس اللي عم تتقدم بمعرفة ربنا وبحكمته، عم تنتهي شوي شوي بالروح القدس لتفهم كل وتدرك كل معاني هالحياة اللي احنا عم نعيشها وعم نمرقها شوي شوي. خلونا نبدأ نصلي علشان ناخذ اليوم كمان موهبة جديدة للروح القدس. بسم الله الأب والابن والروح القدس إلهي واحد آمين. أيها الروح القدس الهمني، يا حب الله، أيها الملك السلام المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالي الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل دنس وخلص أيها الصالح نفوسنا. قدوس من الله، قدوس من القوي، قدوس من الحي الذي لا يموت، ارحمنا وارحم العالم أجمع. قدوس من الله، قدوس من القوي، قدوس من الحي الذي لا يموت، ارحمنا وارحم العالم أجمع. قدوس من الله، قدوس من القوي، قدوس من الحي الذي لا يموت، ارحمنا وارحم العالم أجمع. احنا تدرجنا بكثير مواهب من مواهب الروح القدس، وكل موهبة خلتنا نستنير في منطقة أو في نقطة من نقاط الموجودة فينا، المواقع المظلمة في النفس تبعتنا. هذه المواهب هاي خلتنا بمساعدة الروح القدس إنه إحنا نحط ضوء على هالأشياء الموجودة جوانا. يمكن اكتشفنا كثير أشياء إحنا ما بنعرفها إنها موجودة جوا، أو ما بنعرف إنه إحنا هيك، أو ما كنا نعرف حالنا مظبوط. روح القدس بمواهبه هاي يفوت العمق أكثر وأكثر بنفسه، قبل برا وقبل العالم. شو بدنا بالعالم؟ يعني شو بيصير معي أكثر إذا عرفت شو بيصير بالعالم، أو إذا تابعت هالأخبار، أو إذا عرفت جارتي شو عملت، أو هذا شو عمل، أو هذا شو عمل. شو بيفيدني الحكي كله؟ شو بيزيد علي؟ أو شو بيزيدني؟ ولا شيء. بيزيدني تشتيت، بيزيدني تعب، بيزيدني إرهاق، بيزيدني تفكير، بيزيدني إني أنا بصير مشوشة، ببطل أركز وأفكر باللي جواي، بصير عندي عدم سلام، وزي البحيرة اللي لخيناها ولخ فيها كل الوسخ الموجود جواها. وهيك إحنا كمان الأخبار بتخلينا دائما إنه نضل نسمع 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 بدون ما نفهم. ومع عدم فهمنا بيأدينا انه احنا نروح مع هذي رايحين بدون ما نعرف اذا الحكي هذا صح او اللي عم بيصير صح، او حتى كل هالموجود في الدنيا هل هو الحقيقة ام لا. اليوم موهبة تبعتنا هي موهبة الفهم، موهبة الفهم. رح نقرأ من رسالة القديس، من سفر أعمال الرسل اليوم، برضو القداس اليومي. رح نأخذ رسالة الرسالة مش الإنجيل اليوم. بس قبل ما نبدأ في الموضوع هذا، في قصة بتقول إنه في أستاذ، في مرة أستاذ سأل طلابه، قال لهم شو أول إشي نشوفه لما بدوب التلج؟ المي. لما بدوب التلج شوف المي. واحد من الطلاب رفع ايده وقال له نشوف الربيع. طبعا الاستاذ ضحك على الطالب هذا وفكروا اهبل، لكن هو الوحيد اللي جاوب الجواب بفهم وعمق، وعمق كثير مش شوي. لانه مزبوط احنا اول ما بدوب التلج بنشوف المي، لكن المي هاي شو بتصير بعدين؟ بتصير ربيع. الشتاء بيروح، منبلش بالربيع، والربيع بيطلع أجمل وأحلى أزهاره وثماره وكل الأشياء الحلوة اللي إحنا بنضل نستناها. لما واحد بيحب واحدة يقولها أنت ربيع حياتي، وأنت الربيع، وأنت كل واحد بيوصف. ليش؟ لأنه بالربيع الخليقة تتجدد جديد، بيكون مضى فصل هالشتاء بكل المطر اللي نزل، بلش الشمس تضرب
بهالطبيعه وبهالارض، بتبلش الارض تنمى وتعطي احلى ما عندها. وهيك الولد هذا طلع اذكى من استاذه، اذكى من كل الطلاب، لانه قدر يشوف في البعد الجواب، مش بس الجواب سطحي. خلينا نشوف شو رسالة اليوم بتقولنا. من أعمال الرسل شو بقولنا؟ إحنا اليوم عنا قراءة سفر أعمال الرسل 8 من 26 ل 40. في تلك الأيام كلم ملاك الرب فيلبس، قال: قم فامضي نحو الجنوب في الطريق المنحدرة من أورشليم إلى غزة وهي مقفرة. فقام ومضى، وإذا أمامه رجل من الحبشة ذو منصب عال عند قنداقة ملك الحبش، وخازن جميع أموالها، وكان راجعا من أورشليم بعدما زارها حاجا، وقد جلس في مركبته يقرأ النبي أشعيا. فقال الروح لفيلبس: تقدم فالحق هذه المركبة. فبادر إليها فيلبس فسمعه يقرأ النبي أشعيا، فقال له: هل تفهم ما تقرأ؟ قال: كيف لي ذلك إن لم يرشدني أحد؟ ثم سأل فيلبس أن يصعد ويجلس معه. وكانت الفقرة التي يقرأها من الكتاب هي هذه: كنعجة سيقة إلى الذبح وكحمل صامت بين يدي من يجزه، هكذا لا يفتح فاه في ذله ألغي الحكم عليه، ترى من يصرف ذريته لأن حياته أزيلت عن الأرض. فقال الحبشي لفيلبس: أسألك، من يعني النبي بهذا الكلام؟ أنفسه أم شخص آخر؟ فشرع فيلبس من هذه الفقرة يبشره بيسوع، وبينما هما سائران وصلا إلى ماء، فقال الحبشي: هذا ماء، فما يمنع أن أعتمد؟ ثم أمر بأن تقف المركبة، ونزلا كلاهما في الماء، أي فيلبس والحبشي، فعمده. ولما خرجا من الماء خطف روح الرب فيلبس فغاب عن نظره، فمضى في طريقه فرحا. وأما فيلبس فقد وجد في أزوت، ثم صار يبشر في كل مدينة حتى وصل إلى قيصرية. إذا من الدرج في هذه الرسالة بنشوف أشياء كثيرة كثيرة جدا. بنشوف الطالب اللي شاف الربيع ما بعد الثلج، مش بس المي، ما بعد الثلج. وإذا بنلاقي إنه إحنا بدينا الرسالة هاي بالروح القدس وأنهيناها بالروح القدس. وإذا لقينا نشوف إنه الروح القدس هو البداية وهو النهاية، وفي الوسط هو النهاية. وهذا هو اسمه فهم، هذا هو اسمه معنى الفهم، إني أنا أفهم عمق الكلام المقدس. في ناس بتحط على حالهم إنهم لازم يقرأوا الكتاب المقدس في 40 يوم أو في شهر أو في مدة الصوم كله. هذا الحكي عبث وفاضي، لأنه في ناس بتقعد سنة وسنتين وثلاث على آية واحدة تتفهمها وتعيشها. فأنا أجي أقرأ الكتاب المقدس بأربع شهور أو بشهر أو بشهرين أو بسنة حتى، هذا الحكي على الفاضي. إذا أنا ما قرأتش، ما تعمقتش، ما فهمتش الفهم، شو أنا بقرأ؟ شو ربنا بده مني؟ شو ربنا بده يعني أشوف ما بعد الثلج لما بدوب؟ معناه أنا ما قرأتش الكتاب المقدس، معناه أنا بردد أقوال وبردد بس خطابات وبردد الأشياء هاي كلها بدون ما ثمار الثلج اللي كان نازل على هالأرض قبل ما يدوب. هذا الفهم، هذا فهم الكلام المقدس، إني أنا أفهم شو معنى اللي أنا عم بقرأه. إني مش بس الفهم، مش بس إني أفهم، إني أنا أعيش الكلام هذا، إني يكون هذا الإشي داخل جواي، خلاني هيك هزني من جوا وخلاني أشوف أشياء أنا كنت عادة بمشيها بدون ما أكون عارفها أو فاهمها، بمشيها شوي شوي وبعيش فيها كل يوم بدون ما أفهمها. لما هون النور شعاع من الروح القدس بيجي على نقطة من هالكلام أو على حرف أو على كلمة أو على صفحة، ساعتها أنا بفهم. واو، هالدرجة ما كنتش مستوعبة. عشان هيك مرات نقول يا رب افتح بصيرة فلان، يا رب خليه يفهم إنه هالإشي هذا مش زي ما هو مفاهم، يشيل هالظلمة إنه إحنا نقدر نفهم. تخيل فيلبس كان ماشي في أي مدينة
كان ماشي حكي معك ملاك الرب. واحنا قلنا تذكر مره تمييز الارواح، يا ملاك الرب يا روح القدس يا الارواح الشريره يا روح الانسان. حكي مع ملاك الرب وقال له روح على طريق لغزه من هناك، وبقولوا كانت مقفره يعني كان فيش حدا فيها، فاضي الطريق زي الصحراء. وهو راح ولا واحد من الحبشه راكب وماشي، وهو كان كثير ذا منصب عالي عند الملك تبع الحبشه. فلقاه قاعد في هالمركبه وعماله بيقرا من النبي اشعيا. تخيلوا يا جماعه انه شوفوا كيف ربنا لما الانسان بيطلب ربنا بفهم، لما انا بفهم اني انا بدي ربنا وبطلبه، ربنا بيشغل لي الدنيا كلها، بخلي فيلبس يجيني من اخر العالم وبخليه يقول له امشي وقرب على هالمركبه عشان يسمع. اكيد المركبه ما كانتش لحالها، بما انه هو رجل عظيم معناه انه ماشي معه حاشيه، حاشيه كان رايح يزور لبس. فتخيلوا قديش ربنا بيتعب من اجل انه يوصل للانسان، بشغل كل هالخدامين خدام الكنيسه، بشغل كل هالناس الملانين من الروح القدس ليوصلوا لإله علشان يساعدوه، علشان يفهموه، عشان يشرحوا له اللي هو مش عارف شو هو، مش عارف شو بيقرا الزلمه. فراح قرب عليه فيلبس. شايفين عظمة ربنا؟ شايفين قديش ربنا بيحبنا؟ قديش بيسخر الناس ولما بيعملهم قديسين هل احنا بنسلمهم شو هو؟ بصير يا روحوا تعال روحوا تعال زي ما بدك يا رب انا بعمل. فهو عم بيعمل إرادة ربنا عشان الآخر يستفيد. فراح قرب هذا فيليبوس على الحبشي وسمعه شو بيقرأ من أشعياء، وكان طبعا يقرأ عن المسيح لما صلبوه لما أخذوه على الذبح، ذبحوه كان أعجم وما فتحش طمه. فالزلمة هذا ما كانش فاهم شو عم بيقرأ، قال له يا ترى يعني هذا بيحكي عن حاله ولا بيحكي عن شخص آخر؟ احنا كثير بنفهم نقرأ الكتاب المقدس واحنا مش فاهمين شو ربنا كان قاصد بالكلمة هاي، أو شو ربنا كان قاصد بالجملة هاي، أو شو معنى المثل هذا. علشان هيك الإنسان لما الإنجيل بالقداس بيقول الخوري هذا الإنجيل من إنجيل القديس لوقا وكذا، بنعمل إشارة الصليب على دماغنا وبنعمله على شفايفنا وعلى قلبنا، علشان ربنا يفتح أذهاننا ونفهم الكتاب، يفتح لساننا ونحكي، يفتح قلبنا علشان ناخده ونخبي كلامك في قلبي. فإذا أنا ما فهمتش الكلام هذا ليش أقرأ؟ ليش أضل بس أردد؟ الزلمة هذا كان يدور بعمق لدرجة إنه سأل فيليبس مو معني بحكي يعني مش فاهم أنا بدي أفهم. لما ربنا بيشوف اشتياق قلبك لانك تفهم، انك تستوعب، انك بدك تذوق حلاوه كلمه الله، مش راح يتركك، بجيب لك فيليبس من اخر العالم علشان يجي يشرح لك. بس المهم تكون رغبتك في الفهم، بدي افهم، يكون عندك الرغبه انك انت تفهم، انا بدي افهم يا رب كلامك، اعمل اي شيء فهمني. مش بس في كثير عمالهم بدرسوا القانون، بدرسوا القانون الكنسي، وبدرسوا بدهم يصيروا محاميين ولا بيعرفوا شو المكتوب في التوراة، وبصيروا يجيبوا الحق على اللي ربنا انه كيف كان هيك، ما دام طالب هيك ليش بيعمل هيك، ما دام عمل هيك ليش سوى هيك. لو بتفهم لو بتقرأ بفهم وبتفهم بعمق شو اللي عم تقرأه انت بالكتاب المقدس خاصة العهد القديم، بتفهم شو انت عم تدرس. بينما انت لما بتفهم شو عم تقرأ كيف بدك تفهم انت حتى الدراسة اللي بتدرسها كيف بتفهمها؟ حتى طلاب اللاهوت، حتى الطلاب اللي بدرسوا الكتاب المقدس، إذا ما كانش في عمق بالكلمة وفهم لما وهذا ما بيحصل عليه إلا بالروح القدس، ساعتها كله باطل وكله بطيء بتصير، عبث، عبث قراءة وعبث حتى عبث التفسير بصفي. فسأل الحبشي قال له مين بيعني فيه حاله ولا حدا ثاني؟ هون فيليبس فتح وبلش فشرع، تخيل شرع يعني فتح فيليبس فتح وبلش بس يفسر، اخذ الفقره هاي وبلش بس يفسر اللي هو عن يسوع وين من اول الى اخر.
تخيلوا يا جماعة الزلمة هذا قديش كان عمق فهمه، قديش كان الفهم عنده عميق. أول إشي بعد من بعد كل، يمكن واحد يجي يقعد يفسر لي مليون مرة وأنا فاتحة أمي مش فاهم ولا إشي، أو مش عارف من وين بدي أبدأ ولا أي إشي. الزلمة هذا الحبشي كان رجل ذكي شكله، وكان رجل فاهم، كان فاهم، بس كان بده حد يزيد عمقه علشان يدله على المنطقة وين. لأنه أول إشي قال له، شو قال له؟ شو قال له؟ قال له ها هنا ماء، ما المانع إني أعتمد؟ طب شو فهمك إنه على طول لازم تعتمد؟ شرح لك كل إشي، شرح لك كل إشي. لما سأله السؤال هذا معناه إنه أنا بدي أفوت على المسيحية، يعني أنا بصير مسيحي، معناه إنه أنا بدايتي في إني أصير مسيحي هي المعمودية، معناه إنه هذا الزلمة فاهم أكثر من أي حد تاني إنه بداية إني أنا أصير مسيحي إني أنا لازم أعتمد. فقال له هي مي، ما المانع إني أعتمد؟ ليش ما قالوش طب شو أعمل عشان أصير مسيحي؟ أو شو أعمل عشان أصير زيكم؟ أو شو أعمل، شو بتنصحني إني أعمل؟ لا، فهم، فهم إنه الربيع جاي بعد التلج، فهم على طول، وشاف الثمار وشاف الورد وشم الريحة، علشان هيك قال له على طول هي المي، شو المانع إني أعتمد؟ معنى إنه زلمي هذا وصلوا كلام فيليبوس، فهم كلام فيليبوس، فهم اللي فسر له إياه فيليبوس، فقال له وقف، هي هون في مي، ليش ما أعتمد؟ معناه انه الزلمه هذا فهم انه بالعماد هو بيحصل على الروح القدس، وبيحصل على انه يصير مسيحي ويفوت في، يفهم كل الكلام فيليبوس. وبالفعل بيوقفوا وبينزلوا بيتعمدوا، وبعد ما تعمد، بعد ما طلع من المي، روح الرب خطف فيليبوس، اخذ فيليبوس وراح. شايفين قديش عمق العمق الست الفصل هذا؟ يعني ملاك اخذ فيليبوس، ملاك روح قال لفيليبوس قرب على الزلمة هذا، خلص فيليبوس شغله، روح اخذه وراح لهناك. قديش احنا لما بنكون فاهمين، قديش لما بيكون عندنا القدرة على المعرفة والقدرة على الاتحاد بالروح القدس، بنصير أداة لينة في ايدين الروح القدس، ياخذنا ويودينا، اعمل سوي، ما تعملش شيل، حط عمد، ما تعمدش اشرح. نياله الشخص اللي بيكون هالقد مليان من الروح القدس، وهالقد الروح القدس بيقدر يستخدمه في كل راحة وبدون أي إزعاج. يعني فيليبوس عبر له أكمل منطقة في هالمشوار البسيط هذا. ليه؟ لأنه كان مليان من الروح القدس، كان فاهم. يمكن لو اجى الملاك حكى معه وما كانش هو هالقد فاهم وعنده الروح القدس، يمكن ما ردش عليه، لك مين بيحكي معي؟ بس لا، فاهم، فاهم وعارف، علشان هيك قدر انه يفهم الحبشي ويوصل للمان المحل. الحبشي وقف في المركب ويقول له هون في مي، خلينا نعتمد، خليني اعتمد. وهذا هو الفهم اللي احنا لما بنبلش فيه نقرا الكتاب المقدس. لما انا ببدا اقرا الكتاب المقدس وبفهم زي ما فهم الحبشي، بوقف بقول هون في محل للتوبه، لازم اتوب هون، لازم انا فهمت شو انا عم بقرا، فهمت شو انا عم، شو الكتاب المقدس عم بيقول لي. وقف، وقف في نفسي، لان هون لازم اتوب، هون لازم اعرف شو اللي عم بيصير، هون لازم افهم اكثر. الفهم هي تخليني افوت اكبر ولا تحت في عمق فهم ربنا ومعرفته، في عمق الاتحاد اكثر واكثر، في عمق افهم شو كل اللي انكتب ونحكي عن المسيح، وكل اللي كان حكاه يسوع في تكميل من الشريعه للنعمه، وبعد النعمه شو عملوا روح التلاميذ، وبعدين في كل الاشياء اللي عم بتصير حوالينا حاليا افهمها بعمق، مش بس اخذ مسلم وامشي، افهم. مظبوط احنا بنسلم ارادتنا كامله لربنا، بس بعمق وفهم. ليش؟ يعني انا بفهم انه ربنا هلا هالدرجه هو بخاف علي، لهالدرجه هو حاملني وحاميني وماسكني بايماني فيه، بايماني بفهمي فيه، بخليني اعرف اني انا اسلم له كليا،
بدون اي نقاش، بدون اي شيء، لاني انا بعرف متأكدة وفاهمة مليون بالمية انه كلامه حق وكلامه حياة وطريق. واذا انا بفوت في عمق الكلمة وبفهمها معناها انا فهمت يسوع، لان يسوع هو الكلمة. خليكم يا جماعة عارفين انه بعد كل ليل في شمس، مش بس شمس، شمس بتعرف، شمس قيامة، نور قيامة، مش بس نور معين. بعد كل ظلمة في نور قيامة. مظبوط النهار الشمس بتطلع بتضوينا، بس النور هو نور القيامة. فبعد كل تجربة سيئة، تجربة صعبة وظلمة أنا بمر فيها، في نور للقيامة، في قيامة في حياتي. علشان هيك اطلبوا لما بتقعدوا تفتحوا تقرأوا الكتاب المقدس، اطلبوا من ربنا نعمة الروح القدس عشان يجي ويفتح بصيرتكم، ينور هالبصيرة هاي، عشان لما أقرأ أفهم شو أنا بقرأ. مش بس بجادل وبقول لا أنا دين الصح، وبس بجادل بأشياء معينة أنا نفسي مش فاهمها ولا مختبرتها. لا، اختبروا الكلمة، فهموها. لما تختبروها وتفهموها بتقدروا تعيشوا لذة انكم تذوقوا ربنا مش بس في القربان، في كلمته. ساعتها انتم بتقدروا انكم بدون ما تجادلوا اي حد تقنعوا انه انتم مسيحيين، وانه انتم مليانين بفهم ونور ربنا ومعرفته. علشان هيك انتم مش خايفين من اي شيء عم بيصير في كل هالدنيا، ولا همكم اي خبر بيصير، لانه الخبر اللي بنزل ثاني يوم بنزل تكذيبه، ثالث يوم بنزل غيره، رابع يوم بيصلحوه، خامس يوم بيصير هيك، ولا شيء بيزعزعنا، لانه احنا فاهمين وعارفين شو قوتنا، شو ايماننا، وفاهمين عمق الروح القدس من وين مالينا. فهالموهبة هاي مهمة جدا، وخاصة في قراءة الكتاب المقدس، خاصة في فهم وإدراك الله، خاصة في فهم وإدراك الآخر، خاصة في فهم وإدراك كل معتقداتي، كل صلواتي، كل شيء أنا بآمن فيه وبمشي فيه يوميا. صدقوني الفهم هذا هو عمق دراستنا، عمق أي شيء صغير وكبير بحياتنا. لأنه بالنهاية زي ما قلنا يسوع هو الكلمة. لما بفهمه أنا وصلت للمرحلة اللي بقدر أقول فيها جهدت الجهاد الحسن، وهلا دوري أطلع عندك يا رب، انتهى، ما بدي شيء. حتى الموت اللي بنكون خايفين منه ببطل خوف، لأني فهمت وعرفت. إحنا إن شاء الله بكرة نبدأ الشهر المريمي، وإن شاء الله زي ما العذراء امتلت من الروح القدس نطلب منها انها تساعدنا انه احنا نمتلئ من الروح القدس ونفهم كلمة اللي هي اعطتنا اياها ابن الها واخ لنا، خلصنا من كل شيء. خلي شهر المريم هذا كمان السنة غير، خلي كل شيء هالسنة غير، خلينا نرجع نفهم انه بعد الخريف وربنا يكون معكم ويقويكم دائما. خلونا نصلي صلاة لقديسة مريم من الروح القدس، ونطلب منها كمان هي وماري الفونسين يساعدونا مع نتعمق أكثر وأكثر في موهبة الفهم في كل مواهب الروح القدس. أيها الروح القدس ألهمني، يا حب الله أفني في طريق الحق قدني، يا مريم أمي انظري إلي مع يسوع باركيني، من كل شر ومن كل وهم ومن كل خطر صوني. مجد الآب والابن والروح القدس، إله واحد.